من يأخذون مقاساتنا ويفصلون لنا لنلبس ما يريدون في السياسة، هناك من يأخذ مقاساتهم. نمرس عادي يفصل للسياسيين وهم يلبسون. هذا الشاب الموهوب بأدوات بسيطة بمزورة ومقص ودبابيس يساهم في صنع إطلالات كثير من السياسيين. سبرت توصلت لعنده ضليت شي ربع ساعة تلت ساعة يفتشوني، حتى الطبشور ما كنت قدرت اخده لفوق يعني حتى استحكم. واتذكر لما وصلت لفوق قلت له ما معي شي بقى بل الشغل، قال لي كيف يعملوا فيك هيك وكذا. ولو يعني شخصية مهضومة، وإحدى المواقف كان عندهم مناسبة رسمية عملت له القميص اللي دوبل ماش مش نحط فيها الكفر، نحن عم نلبس كذا لبس هيك، قال لي شو هدول؟ قلت لي هدول بحطوا فيهم هدول البلوط هون ما ادري شو هني بقى. لن يكون لنا الا ما نكتبه لانفسنا. يعني الموطن تبع رئيس ميقاتي هو واحد نفس الالوان نفس الشيء، يعني بتطلع فيه كوبي بيست، يعني فيك ما فيك تعرف اذا غير، هو يمكن بغير بس بتلاقيه. يعني مثلا الله يرحمه رئيس الحريري كان عنده شخصيه مثيره، ما فيك ما تقول انه قديش هو وزنه كان مليان او شيء، بس كانت تقول انه معبى بغير ودايما معبى البدله معبيها مزبوط للبدله. يعني رئيس سعد الحريري بعيد عن بعيد عن كومبليتلي عن يعني لبسه جدا عادي. بحترم انه جدا عادي، بس كشاب في بالشغل شوي اكثر لعمره بكلتة كتير حطته بإطار هيك بتحسه مش شباب لكي، بتحسه عم بعبي دور بالعمر أكبر منه، مع أنه جسمه لبيس. يعني أنا اليوم إذا سعد الحريري بتعطيه الكوب المزبوطة صدقني بيفرق كتير كتير عليك. هو جسمه لبيس بكل شيء، يمكن هو جسمه لبيس بكل شيء إذا بدك يعني. جنرال هون عنده مشكله بكرافتاته قبيت القمصان لونه وقصته وثلاث زرار يلي مش موضه، والقب القميص شوي كبير مع العقد الكبير يلي هي لازم نطلع منه بقى، بدا اصلاح وتغيير 100%. سقراط مات وارسطو مات، ما بقى في حدا يفهم شو معنات المنطق. اللي بتفهم كثير السياسيين اللي بالعمر استاذ جنرال هون، وحتى كمان انه البدله بالنسبه لهم صارت شغله كلاسيكية انه كل يوم وكذا. وحتى بتذكر رئيس بير لما قال لي انا محامي لهلا بدل يعني ما بيزهق من البدله جدا جدا. لحتى مره يمكن قال لي اذا فيني ما بكي القميص بنعمل شي طريقه شليك شلاك، حتى لانه وفعلا هي انت لبس البدله اليوم خاصه اذا كل يوم كل يوم كل يوم متعب. بتصير ايه منا شغله، يعني انت اول شبابك بتحبها، بس لما توصل بمحل انت وين انت واللبس وين، هون انا بيجي دوري. ولكن فليكن الانتقاد انتقاداً بناءً. لبسون بدل على موقعهم، فهمت شو قصدي؟ مش هيك أنا اليوم بفضل إنه ما يكون هالتوازن مزبوط، ما يكون موجود هالتوازن. مش هيك أنا بقولك إنه فينا نبعدهم، يعني هلا يمكن ما بدهم هني، بس أنا بقولك إنه أنا فينا أعطيهم شغلة تخليهم أكتر هيك حديين بالقصة أكتر ما يكون بالألوان. يا بشرفي بعد أوقات بوصل لوقت بصير أقول عبس واحد ليش يحكي بهالبلد أوقات. ليش تضطر يحكي المنطق؟ الدكتور جعجع إذا بدك عنده شوية دفو بجسمه، بس أحسن من الجنرال بتيبه. لما يكون عندك هيدي الوضوح، الوضوح بالحكي، هلا يمكن ما بدي أنا تخصية ساعة بحكي وضوح بالحكي، تطلع فيه وتلاقيه بيحكيك دغري، تفضل التيب كمان يكونوا كتير هيك مثله. نمرس عادي يحقق نجاحه في إلباس السياسي، لكن يبقى إنجاز الشعب في تعريتهم وكشفهم على حقيقتهم. رامي الأمين، قناة الجديدة.